السلام عليكم، أنا عمار مانجو، مدير المعرفة وشريك في ميثود. أهلاً وسهلاً بكم. فلنتكلم الآن عن تنفيذ الاستراتيجية أو strategy execution، وكيف تستطيع شركة ميثود أن تساعدك وتساعد شركتك في تطبيق وتنفيذ استراتيجياتها. واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات عالمياً هي تنفيذ الخطط الاستراتيجية على أرض الواقع. الشركات تعرف استراتيجيات عادة بتعريف أطر معينة للتعامل معها في خلال هذه الاستراتيجية. هذه الأطر قد تكون متعلقة بالتسويق، قد تكون متعلقة بالعوائد، قد تكون بجني الأرباح إلى آخره، أو التوسعة. كل هذه أطر مختلفة. الآن كل واحدة من هذه الأطر لابد لها أن يكون مبادرات لتحقيق كل واحدة من هذه الأطر. المبادرات إذا ممكن أن تكون مبادرة واحدة أو مجموعة مبادرات، وقد تكون لها علاقة مع أكثر من واحد من هذه الأطر. الآن هنا تبدأ المشكلة، تحويل هذه المبادرات التي عرفناها إلى مشاريع على أرض الواقع. في كثير من المؤسسات عندما تنظر إلى المبادرات المطلوبة من الاستراتيجية وإلى المشاريع المعرفة على أرض الواقع، تجد أنه لا يوجد علاقة بين الاثنين، وهنا تكمن المشكلة. لا نستطيع أن نحقق استراتيجيتنا بمشاريع لا علاقة لها بالمبادرات التي عرفت أصلاً. هنا تكمن مشاكل كثير من الشركات في العالم كله وليس فقط في منطقتنا، وهنا بالذات تستطيع إدارة المشاريع أن تساعدنا على تحقيق الاستراتيجية. المشاريع هي وسيلتنا لتحقيق الاستراتيجية، فإدارة المشاريع تساعدك على ربط استراتيجيتك في المشاريع الفعلية على أرض الواقع، وتقوم بذلك بأكثر من طريقة. واحدة منها أن نتأكد أن اختيارنا للمشاريع تم بطريقة صحيحة وحسب ما يلائم استراتيجياتنا، وثانياً متابعة المشاريع لنتأكد أننا نحصل على الفوائد والتسليمات التي نحتاجها لتحقيق هذه الاستراتيجية. لتنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة، لابد لنا أن ننظر إلى بعض الأمور التي تساعدنا في تنفيذ الاستراتيجية. ميثود تستطيع أن تقدم لكم ثلاثة أمور تساعد على تنفيذ الاستراتيجية. أولاً، إدارة المشاريع المؤسسية أو ما يسمى بـ Enterprise Project Management. إدارة المشاريع المؤسسية تساعدني على إدارة مشاريعي من وجهة نظر مؤسسية، وليس النظر إليها كأنها عبارة عن أجسام غريبة منفردة في داخل المؤسسة، وهذا ما يحصل في كثير من المؤسسات. ثانياً، لدينا ما يسمى الـ PMO Project Management Office أو مكتب إدارة المشاريع، وهو عبارة عن مؤسسة داخل المؤسسة تساعدني على أن أركز على مشاريعي المهمة وعلى المشاريع بشكل عام، لكي أستطيع أن أنفذ مشاريعي بما تتطلبه استراتيجيتي. الآن النقطة الثالثة التي أريد أن أتكلم عنها هي عبارة عن تقييم لطريقة عملي في إدارة المشاريع، تقييم إدارة المشاريع في المؤسسة، لكي نستطيع أولاً أن نفهم وضعنا الحالي، ونفهم أيضاً كيف نتغير وكيف نحسن من وضعنا ومن قدرتنا على إدارة المشاريع.